ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ اتمنى كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. والنهارده فيديو عجيب، مش جديد شويه، هو عجيب. ليه بقى عجيب؟ لان انا لسه متكلم على الاوبو رينو 3 وال3 برو من 3 4 شهور تقريبا، ما كملناش 3 4 شهور، ولكن النهارده انا جاي اتكلم عن الرينو 4 والرينو 4 برو. ثانيه واحده اجيبه لكم، الرينو 4 والرينو 4 برو. المهم ان انا فتحت العلبه بتاعتهم، تعالوا نشوف كده مكونات العلبه عامله ازاي، لان الفيديو ده انبوكسنج وانطباعات اوليه. هعرفكم على الاجهزه واعرفكم امكانيات الاجهزه ايه، وادوني كده يومين ثلاثه على بال ما اعمل الريفيو بتاع الاجهزه. فاتاكد ان انت عامل سبسكرايب عشان تشوف الريفيو النهائي بتاع الرينو 4 والرينو 4 برو. مبدئيا العلب من بره نفس شكل العلب بتاعت الرينو 3 وال3 برو، العلب اللي هي لونها اخضر شويه. لما تفتح العلبه هتلاقي الموبايل طبعا ملفوف في الكيس بتاعه، وبعدين تحت الموبايل في الرينو 4 برو اللي في حالتنا هنا هتلاقي الشاحن ال 65 واط، وده لاول مره في الفئه السعريه دي نشوف شاحن 65 واط. واخيرا اوبو جابت التقنيه بتاعت الشحن اللي في الفايند اكس 2 برو وحطتها هنا في الرينو 4 برو. هنلاقي برضو الكابل والسماعه بتاعت الجهاز المعتاده بتاعت اوبو. بس كده، ده مفيش حاجه في العلبه ثانيه غير الجراب والكتالوجات والضمان وكده. الحمد لله ان احنا عندنا جراب بلاستيك بتاع اوبو اللي احنا عارفينه. ونفس الكلام في علبه الرينو، هنفتح العلبه هنلاقي الموبايل، وبعدين هنلاقي تحت الشاحن، ولكن هنا الشاحن بيجي 30 واط مش 65 واط، 30 واط فوق 3 زي ما شفنا في الرينو 3 برو بتاع مش هقول السنه اللي فاتت بقى، بتاع الشهرين اللي فاتوا او 3 شهور اللي فاتوا. هنلاقي برده هنا السماعه، وهنلاقي الكيبل، وكمان هنلاقي الجراب والكتالوجات زي ما احنا عارفين. جراب شفاف عادي جدا زيه زي الرينو 4 برو. مبدئيا الاجهزه اللي معايا هنا الاثنين لون واحد، وهو لون جديد وعاجبني جدا جدا جدا. اللون هنا هو فضي من فوق وداخل على سماوي، وبعدين جاي ازرق من النص، وبعدين بيقلب سماوي لفضي، يعني اللون متدرج مرتين، فاتح في غامق فاتح. كمان الموبايلات هنا طبعا كعاده اوبو في الفئه السعريه دي، الموبايلات مصنوعه من البلاستيك بالكامل، فريم البلاستيك وضهر البلاستيك، ولكن الظهر هنا متصنفر بلاستيك، متصنفر تحس ان هو شبه الايفون 11 برو ماكس كده او حاجه. وصراحه ملمسهم في الايد حلو جدا جدا، بيحسسك فعلا ان هو مش بلاستيك قوي، ما تحسش الموبايل رخيص، لا تحس الموبايل مختلف عن الموبايلات الثانيه، تحس الموبايل ماسك في ايدك، عامل جريب كده في ايدك عشان ما يتزحلقش حتى لو انت ماسكه من غير جراب. تاني ملاحظه لاحظتها في الموبايلات دي، ان الموبايلين رفيع رفيعين جدا، اذا كان الرينو 4 او الرينو 4 برو حجمهم او سمكهم رفيع جدا جدا في الايد. الصراحه انا مفتقد جدا موضوع الموبايلات الرفيعه ده، دايما بنشوف الشركات تكبر البطاريه فبتكبر الموبايل بتخلي الموبايل عريض. انا ما كانش عندي مشكله قبل كده في موضوع الموبايلات العريضه ده، ولكن لما مسكت الموبايلات دي الموبايلات حرفيا رفيعه جدا، موبايل ورقه كده، تحس ان انت ماسك موبايل برده شيك، موبايل رفيع كده، مش موبايلات فئه متوسطه. انا مش حاسس ان هي موبايلات فئه متوسطه الصراحه، خصوصا انها بلاستيك. بصوا خلينا نتكلم في حاجه بس قبل ما تنزل في الكومنتات تقول لي انت بتطبل للبلاستيك واوبو والكلام ده. خلينا نتكلم بصراحه، موبايلات اوبو مش موجهه للجيكس، مش موجهه لمحبي الامكانيات والارقام والكلام ده كله. موبايل ارقامه حلوه، ولكن برضو بالنسبه للسعر مش موجهه للناس دي. موبايلات اوبو دايما كل سنه بنطلع نقول ايه ده، مش احسن حاجه في الفئه السعريه، ازاي يعملوا كده، ده الرينو 2 وال2 اف احسن منهم، ده اللي مش عارف ايه وبتاع، وفي الاخر بتلاقي اكتر موبايلات مبيعا في الفئه المتوسطه. فخلينا في الموبايلات دي بالذات نتكلم من نظره الناس اللي بتبص لها للموبايل دي، مش من نظرتنا احنا. احنا فاهمين ان الارقام مقابل السعر مش احسن حاجه، ولكن خلينا نفكر الناس اصلا ليه بتشتريها بالكم الهائل ده، وبتبقى هي المتصدره المبيعات في الفئه المتوسطه. لو قلبنا الموبايل ده على وشه هنلاقي الشاشات في الرينو 4 هنا شاشه بحجم 6.4 بوصه، فيها الهول بانش نوتش اللي هي عباره عن خرمين في الشاشه او كاميرتين في الشاشه، والحواف بتاعتها صغيره جدا، مش اصغر حاجه في الفئه السعريه دي اللي هي الحافه اللي تحت دي، يعني في اصغر شويه في الفئه السعريه، ولكن حواف صغيره الصراحه. طبعا الشاشه بتاعت الرينو 4 جايه بالنوع سوبر اموليد بدقه فول اتش دي بلس. اما بقى لو بصينا على شاشه الرينو 4 برو، فالصراحه دي شاشه موبايل فلاجشيب، دي مش شاشه عاديه. مبدئيا كده هي بتيجي بحجم 6.5 بوصه، اكبر شويه من الرينو 4 العادي، بتيجي برده بدقه فول اتش دي بلس، بتيجي برده من نوع سوبر اموليد، ولكن هنا بتيجي ايدج او منحنيه من الاطراف، والانحناء هنا رفيع جدا، مش هيضايقك خالص في الاستخدام، او مش هتحس ان في حاجه مضايقك في الاستخدام، بل بالعكس بقى بيدي الموبايل شكل مستقبلي جدا، او بيدي الموبايل شكل بريميوم جدا، تحس ان انت ماسك فلاكشيب. زائد الحواف الشاشه اللي هي منعدمه حرفيا، الموبايل ده اصغر حواف شاشه خدها في الفئه السعريه دي، زائد الهول بانش نوتش الواحده، فالصراحه الشاشه كامله. كمان اللي بيفرق الشاشه دي عن الرينو 4 العادي ان الشاشه دي جايه
بريفرش ريت او تردد 90 هرتز، اكتر شويه من 60 واقل شويه من 120، يعني هي حاجه في النص، ولكن يزال ان الريفرش ريت 90 لما تيجي تمسكه مع ال 60 او قصاد ال 60 بتاع الرينو 4 العادي هتحس بفرق السلاسه في الاستخدام. هتحس لو انت بتسكرول مثلا في الفيسبوك او حاجه هتحس بالفرق. فالصراحه الموبايل ده شاشته خرافيه. الموبايل هنا بيجي بنفس تقريبا المعالج وكل حاجه بخلاف حاجه صغيره قوي في الرينو 4 برو. المعالج هنا هو السناب دراجون 720 جي في الموبايلين. الموبايلين بيجوا ب 8 جيجا رام، الرينو 4 العادي بيجي ب 128 والرينو 4 برو بيجي ب 256، والاثنين ذاكره او الذاكرتين هنا من نوع يو اف اس 2.1، حاجه كويسه. الكاميرات هنا الرينو 4 العادي بيجي باربع كاميرات، 48 ميجا بكسل، 8 ميجا بكسل الترا وايد، 2 ميجا بكسل ماكرو و2 ميجا بكسل دبس. اما الرينو 4 برو بيجي باربع كاميرات برضو، 48 ميجا بكسل برضو، 8 ميجا بكسل الترا وايد و2 ميجا بكسل ماكرو و2 ميجا بكسل للدبس او للعزل. فالكاميرات الخلفيه هي هي بالظبط نفس المستشعرات ونفس كل حاجه في الفور العادي والفور برو، بخلاف بس شكل الكاميرات في الفور برو عجبني اكتر الصراحه، الاربع كاميرات دي وبتاع عجبني اكتر. نفس الكلام بالنسبه للكاميرات الاماميه، الاثنين جايين بكاميرات اماميه رئيسيه 32 ميجا بكسل. الرينو 4 العادي بيزيد عليه كاميرا للدبس او للعزل 2 ميجا بكسل، يعني ملهاش لازمه قوي بس شكلا يعني كاميرتين. فالكاميرات هنا في الموبايل ده والموبايل ده يعتبر واحد. طبعا لما نجرب مش عارف البروسيسنج ممكن يفرق حاجه اوبو عاملاها مثلا زياده في الفور برو عن الفور العادي، مش عارف لغايه دلوقتي، ولكن هنشوف في المراجعه النهائيه ان شاء الله. الاثنين تقريبا بيجوا بنفس البطاريه اللي هي 4000 ملي امبير، ولكن زي ما قلنا في اول فيديو ان الفور برو بيشحن بتقنيه ال 65 واط، والرينو 4 العادي بيشحن 30 واط عادي تقنيه الفوك 3 اللي احنا شفناها من شهرين او 3 شهور في الرينو 3 برو. فده الاختلاف بس بين الشحن ال 65 و 30 واط. في ايه؟ كمان اوبو لاول مره في مصر بتنزل ساعه ذكيه او سمارت ووتش حقيقيه بالوير او اس او بنظام الاندرويد، اسمها اوبو ووتش ال 41 ملي. للاسف الكبيره مش نازله مصر، ال 41 ملي بس هي اللي نازله مصر، وبتيجي بشاشه بحجم 1.6 بوصه، محميه طبعا بطبقه حمايه من جوريلا جلاس. الساعه بتيجي ببروسيسور سناب دراجون وير 3100. الساعه الانترنال ميموري بتاعتها او الذاكره الداخليه 8 جيجا ورامات 1 جيجا، وتقدر ان انت تعمل منها مكالمات، تقدر ان انت تقيس نبضات قلبك، تقدر ان انت تعمل منها كل حاجه، تقدر ترد على الرسائل، تعمل منها كل حاجه. هنجربها ان شاء الله في الريفيو النهائي، ولكن دي نظره سريعه عن الساعه او السمارت ووتش بتاعته. بس كده دي نظره سريعه وامكانيات الجهازين الرينو 3 والرينو 3. رينو 3 ايه يا جدعان؟ انا حتى بصوا رينو 3 يعني لو احنا ما لحقناش اصلا، انا كلمه رينو 3 على طول في بقي يعني. والساعه اللي هي اوبو سمارت ووتش عايز اسمع رايكم. بالنسبه للاسعار انا ما اعرفهاش قوي، ولكن تقريبا الرينو 4 العادي هينزل في حدود 6000 جنيه كالعاده الفئه دي الرينو يعني، والرينو 4 برو للاسف هينزل في فئه ال 8000 جنيه كالعاده، مع ان الاثنين نفس البروسيسور وتقريبا نفس الامكانيات، ولكن برضه هنشوف في المراجعه النهائيه. والساعه تقريبا هتيجي بسعر 4000 جنيه او 4500 جنيه في الحدود دي. انا شايف ان الساعه سعرها كويس على الامكانيات اللي بتقدمها لك الصراحه والخامات بتاعتها. لسه برضه هجربها واقول لكم في الريفيو النهائي ان شاء الله. ما تنساش بقى تعمل لايك، لازم انت تنزل تحت تعمل لايك دلوقتي حالا ما فيهاش كلام، وتعمل سبسكرايب للقناه برضه عشان تتابع الريفيوهات بتاعت الموبايلات دي او تتابع الريفيوهات جايه كتير جدا. وبس كده، كان معاكم محمد سامي، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.